اكيد الناس بيجي على صيدا تاكل حلو عرب، بس انا بيجي على صيدا تاكل حلو عرب اكيد. وعن صديقي ميدوس اللي عنده اطيب ساندويتش روستو بلبنان. مشوار صيدا بلا ميدوس كانه ما له معنى. ميدوس له محل كتير سبيسيال بقلبي. ميدوس صديق اطيب روستو بالمنطقه. انا رح اتناول صحني واجي لعندك. ناطرك لذوقك اطيب قوارمة وبيض وجبنه. القوارمة البلديه من صيدا مع بيض بلدي. خبزتك تاخذ العقل. البيض كتير طري موش منو ناشف. قوارمة اخوات والبندوره بالاخر بتعطيها السقعه ونكزه السويتنس. صحتين. يلا بس صدقت انك رجعت لعندي لذوقك شيء جديد عامله. تعطيني رايك فيه. اليوم عاملين شيء جديد اللي هو دجاج، ست دجاج حاطينه على الجريل. اوكي. بهارات كالعاده اللي نحن بنعمله. اها. واو. شفني على طريقتنا. اها. بدها صوره ما نقلع. مع الخبزه اللي كثير قويه. هيدا اللي بيعمل هيدا البرجر. شيء غير شكل. خبرنا عن تاريخ ميدوس، بلش واشتهر بالروستو. بلشنا من 2005 لوقت نهار تعرفنا على حضرتك. احكي احكي ميدوس، انا شيء كثير طيب كثير مبسوط روق. ايه كفي. لما تعرفت عليك صرنا نطور حالنا. تعطيني الفيدباك تبعك بالنسبه لشغلنا وصرنا نتطور لحد ما وصلنا. ما بلشنا بعد هيك. احكي احكي بعد. انا كثير مبسوط. حسيت مش حتخلي لي شيء بليز ومشقفه. لا لا اطلع من غيره. دقيقة خلينا نحكي عن هالدجاجة السوبر جوسي، هالجبنة اللي بتمغط غير شكل، الخبزة الكتير طرية، موتارد اول ذا واي. لازم جرب بس تنفعت. هذا حكي. كل هول مع بعضهم بلقمة وحدة طلع معنا ساندويتش كثير مهضومه كثير طيبه. هيك انا ما بحبه الميدوز بالغلط. الميدوس عم يعمل عجايب. ميدوس بتعقد. ميرسي انت بتعقد. ثانك يو.